شكرا جزيلا معاليك. والآن يشرفني ويسعدني أن أدعو زامبيا للتفضل بخطابها. زامبيا لك الكلمة. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الدولة المضيفة للقمة ورئيس سلطات الكوميسا فخامة الرئيس أندري راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر الرئيس المغادر لسلطات الكوميسا السادة الرؤساء رؤساء الحكومات أصحاب المعالي السادة رؤساء الوفود الحاضرة معنا والتي تسمعنا أونلاين السيد الأمين العام للكوميسا السيدة شيليشي كابويبوي إنه لعظيم الشرف أن تكون لي هذه الفرصة أن أمثل رئيس تشليما رئيس زامبيا وهي الدولة المضيفة لأمانة الكوميسا في القمة 21 لرؤساء وحكوماتي الدول الأعضاء في الكوميسا إذ نعبر عن خالص تقديرنا للرئيس المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي ولحكومة وشعب مصر على حسن الوفادة وكرم الضيافة لوفدنا منذ ولوجنا إلى هذه العاصمة الإدارية الجديدة الرائعة وأضم صوتي للمتحدثين السابقين للتعبير عن شكرنا وتقديرنا للرئيس المغادر الرئيس أندري راجولينا ولهيئة المكتب لرئاسته الممتازة أثناء فترة رئاسته للمنظمة الرئيس عبد الفتاح السيسي نتقدم لكم بتهنئة الشعب الزامبي وأطيب التمنيات في رئاستكم القادمة لكوميسا ونؤكد لسيادتكم بالدعم الكامل لزامبيا أثناء فترة رئاستك القادمة لكوميسا ونحن على ثقة أنه تحت رئاسة جمهورية مصر العربية ستحظى الكوميسا تقدم وتنمية فيما يتعلق بالاستثمار والتجارة تحت مظلة أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 ومع الإقرار برؤية التكامل الإقليمي أتوجه بالشكر أيضا السيدة الأمين العام لكوميسا السيدة كابويبوي والأمانة كلها على العمل الرائع في إدارة شؤون هذه المنظمة ونشكرهم على التجهيزات والإعداد الرائع لعقد هذه القمة رغم التحديات القابعة بسبب جائحة الكورونا في جميع الدول الأعضاء أصحاب المعالي السيدات والسادة إذ نؤكد على التزامنا لمبادئ الموجودة ومنصوص عليها في معاهدة الكوميسا وسنعمل ونلتزم بالعمل على مبادئ وقيم وأيضا القواعد المتفق عليها وأهداف المنطقة كأسس من أجل فوائد العامة ومشتركة الدول الأعضاء حتى تصبح الكوميسا كتلة اقتصادية قوية من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي ومنطقة التجارة الحرة في الثلاثية ومنطقة التجارة الحرة في القارة الأفريقية إن التقدم الكبير الذي أحظته المنظمة في مجال الصناعة والنمو الاجتماعي والتجارة والبنية التحتية والزراعة كلها تعطينا أملا بأنه مع تطبيق التكنولوجيا الرقمية ستستطيع كوميسا والقارة الأفريقية أن تحقق أهدافها العظيمة كمنطقة تتسم بالتنافسية على مستوى العالم وبالنسبة للمستقبل علينا أن نركز على توحيد
هذه المكاسب والأهداف حتى نحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة من أجل الأجيال القادمة. أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، إن المحور الرئيسي الخاص ببناء وتعزيز الصمود من خلال التكامل الاقتصادي هو في غاية الأهمية في ضوء الاستجابة لجائحة الكورونا والتحديات التي قامت بالتأثير على اقتصادياتنا في المنطقة. ولهذا نحن بحاجة لتكاتف جهودنا نحو التعافي الاقتصادي. فمنطقة كوميسا قد أثبتت صمودها من خلال إعادة تأهيلها لتنفيذ البرامج الإقليمية باستخدام المنصة الرقمية، كما أثبتنا من خلال المشاركة الرقمية والافتراضية للسادة الوفود في هذه القمة. أصحاب السعادة، أصحاب المعالي، إن تنفيذ السياسات والبرامج الإقليمية باستخدام المنصات الرقمية ستكون مسألة ضرورية لنضمن تحقيق طموحاتنا نحو التكامل الاقتصادي نحو التحول الرقمي. وفي هذه الدعوة نحن على ثقة أن جميع دول الأعضاء لديها الإرادة اللازمة حتى يكون لديها تكاملا قويا وأن في بطلبات شعوبنا في منطقة كوميسا. وفي الختام لنوحد جهودنا لدعم برامجنا الإقليمية الوطنية ووضع السياسات والتدخلات اللازمة في هذا الإطار. إن نجاحنا المشترك سيكون الأساس لمستقبل أفضل لكوميسا وأفريقيا والعالم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا فخامة الرئيسة. أصحاب الفخامة، يسعدني أن أدعو الكونغو الديمقراطي كي يقدم كلمته. من فضلكم التزموا بخمس دقائق. شكرا جزيلا لتفهم سيادتكم. Excellence, Monsieur Andry Rajoelina, صاحب السعادة السيد أندرو راجولينا رئيس مدغشقر السابق ورئيس مؤتمر الكوميسا، صاحب السعادة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والسيد المضيف الموقر، السادة الأعضاء الحاضرون هنا، السادة رؤساء الدول الذين يشاركون بالفعل في هذا المؤتمر، السيدة الأمينة العامة للكوميسا، أصحاب السعادة سيدتي وسادتي، بصفتي ممثلا شخصيا لصاحب السعادة السيد فيليكس فيلونغو رئيس الكونغو رئيس الدولة والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي الذي أشيد به الآن، فإنني أتحدث أمام هذا المجلس الموقر أمام اجتماع لجنة الكوميسا. يسعدني تواجدي في هذه المدينة الجميلة القاهرة حيث قوبلنا بلقاء خاص. إن السيد سيلونغو رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطي ورئيس الدولة قد كلفني بأن أقدم دعمه لكم ولرؤساء الدول والحكومة الإفريقية وجهود الكوميسا خاصة بالجهود المبذولة تجاه إفريقيا التي نسعى لوجودها متحدة وتتمتع بالرخاء. هناك أحداث لها مدى كبير قد حدثت في هذه المدينة الجميلة. تعرفون أن القاهرة
هي التي استضافت وكالة التبادل الحر والسابق والآن وقبيل اجتماع جوهانسبورغ الذي بدأت فيه انبعاثات الأعمال من أجل الاتحاد الإفريقي ومن أجل منطقة للتبادل الحر فإن مؤتمر القمة الإفريقي قد هنأ الاتحادات الإقليمية الثلاثة على تنفيذ الأعمال الذي أسهم كثيرا في التكامل الدولي. أرجو أن تتأكدوا من أن الاستجابة لدعوتكم إنما يوضح اهتمام الاتحاد الإفريقي بالتكامل الاقتصادي الإقليمي لجنوب وشرق إفريقيا. إبان تنسيق التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والاتحادات الإقليمية لاحظنا أن هناك تقدما ذا دلالة في مجالات التكامل الاقتصادي والمالي. إنه يسعدنا أن نلاحظ أنه من خلال توسع المؤسسات المالية للكوميسا على غرار بنك التجارة والتنمية وشركات التأمين وإعادة التأمين لاحظنا تقدما في هذه المجالات التي أثرت من ناحية التكامل المناطق الأخرى. اسمحوا لي أن أنتهز هذه الفرصة لكي أحيي الدور الأساسي الذي تقوم به التجمعات الإقليمية في مجال بناء الهياكل الإفريقية التي تمس الأمن والسياسة الرشيدة في إفريقيا وفيما يتعلق بالتجارب في هذا المضمار فإنني مدرك أن تشكيل الكوميسا ومشاركتها في مجال التبادل الحر منطقة التبادل الحر كان إيجابيا للغاية وإن هذا لأمر إيجابي في جدول الأعمال القارية الذي ساعد الاتحاد الإفريقي l'Union africaine et les communautés économiques régionales. À cet effet, il convient de noter que c'est grâce à une planification conjointe et une coordination التخطيط والتنسيق بين الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإفريقية فإننا سوف نتمكن من تحقيق استقرار ونمو القارة الإفريقية وإنني أتمنى النجاح التام لهذا الاجتماع 21 للكوميسا وبعد ذلك سأشارك في المناقشات كعضو كامل العضوية بصفتي ممثلا رئيس الكونغو الديمقراطي ورئيس الاتحاد الإفريقي الحالي. Thank you very much. شكرا جزيلا فخامة الرئيس على هذه الكلمة. يشرفني الآن أن أدعو كينيا إلى الحديث. تفضلي كينيا.
Your Excellency, President Abdel Fattah. فخامة الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، فخامة الرئيس أندريه رجولينا رئيس جمهورية مدغشقر، أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات، أنقل لكم التحيات القلبية من الرئيس جمهورية كينيا والذي لم يتمكن من الحضور، الذي طلب مني أن أدلي بكلمة يسعدني الآن أننا موجودين معكم في هذا الاجتماع بعد أن كنا نواجه مشاكل في المقابلة وجها لوجه نتيجة لجائحة الكوفيد 19. هذا الاجتماع سوف يساعدنا على الحديث على الأجندة الخاصة بالتكامل والدمج الإقليمي كي نقوم بتحقيق التطوير والتنمية الاقتصادية ولخلق فرص أيضا للعمل للشعوب الإفريقية. أيضا تيسير التجارة سوف يساعدنا على تحقيق العديد من المكاسب، وفي هذا الإطار فإن الدمج الإقليمي هو الذي سوف يقوم على تيسير التجارة، لأن التجارة لن تقوم فقط بتحقيق النمو في الاقتصادات ولكن أيضا في تحقيق النمو الصناعي وتحقيق النمو أيضا الاجتماعي وللبلدان الإفريقية وللمنطقة الإفريقية وللقارة الإفريقية برمتها. وأيضا هذا نتيجة للدراسة التي قامت بها الكوميسا، فهناك 11 مليار دولار تم انفاقهم في عام 2019 للصادرات مع البلدان الأخرى خارج المنطقة الإفريقية مع البلدان الأوروبية أيضا. ومع تطورنا ومع نمونا أطلب من البلدان الأفريقية أن تضع أولوية للتجارة وأن تتسق وتلتزم بالاتفاقيات التجارية الخاصة بالكوميسا وبالصادق ومنطقة التجارة الحرة الثلاثية. لا نستطيع أن ننكر الدور الذي يلعب والمجهودات المبذولة من أجل تحقيق الاندماج الإقليمي، وفيما نحن نعمل أيضا على تحقيق الدمج الاقتصادي زي من خلال تيسير الإجراءات الجمركية. وأيضا قمنا بعقد الشركات مع البلدان وأصحاب والأطراف المعنية وتنسيق وتحقيق الاتساق فيما بين السياسات والقواعد واللوائح، وهذا سوف نحقق النمو الاقتصادي والتنمية والتطور في المنطقة. فيما يتعلق أيضا بتطوير والتنمية، فإن هذا أيضا يقوم على تيسير التجارة والانتقال ليس فقط للبضائع ولكن أيضا للأشخاص، وباعترافا بالدور الذي يلعبه الدمج الاقتصادي والإقليمي في التجارة، فانضممنا إلى اتفاقية التجارة الحرة بالتعاون فيما بين بلدان الأعضاء بالكوميسا وبلدان الأعضاء بالصادق، وذلك لتيسير انتقال الأفراد والسلع والبضائع وبإجمالي الناتج المحلي لأكثر من 3 ملايين دولار. فإن الالتزام والتعهد بالالتزام بالمبادئ والقواعد الخاصة باتفاقية التجارة الحرة للقارة الأفريقية تبع الكوميسا سوف نقوم بتحقيق التطوير والتنمية. نحن أيضا نلتزم أيضا بالاتفاقيات الأخرى الخاصة بالFCFTA ومنطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة، وذلك لأنها لن فقط سوف تؤدي إلى خلق سوق كبير ولكنها أيضا سوف تساعد البلدان الأعضاء على مواجهة العديد من المشاكل والتحديات، وتساعد وتشجع أيضا المستثمرين على الاستثمار في المنطقة وفي القارة الأفريقية. أدعو البلدان التي لم تقوم بالتصديق على هذه الاتفاقية أن تقوم بالتصديق عليها في أسرع وقت ممكن، لأنها سوف تقوم بتيسير التجارة وتحقيق الفائدة لشعوبنا جميعا. وأشكر البلدان الأعضاء التي قامت بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وأدعو أيضا البلدان التي لم تصدق على اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية أن تقوم بالتصديق عليها، وهذا سوف يساعد على تعزيز المكاسب التي قمنا بتحقيقها وتعزيز أيضا تنفيذ السياسات الخاصة بالكوميسا ومواجهة التحديات التي نواجهها في الأعمال الخاصة بنا، وسأؤدي كل هذا إلى تحقيق
We need to develop programs that enable the movement. لدينا برامج تيسر أيضا الانتقال والأشخاص والسلع في المنطقة وتعزيز القدرات الخاصة بالقطاعات المختلفة وتحقيق الاستخدام الأمثل للأنظمة التي تيسر التجارة والتجارة البينية. نحن على دراية بالتحديات التي نواجهها نتيجة لجائحة كوفيد-19 والتحديات التي تواجهها الكوميسا. ولهذا السبب نحن نعمل على تعزيز موارد سلاسل القيمة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي وتعزيز أيضا وتيسير انتقال الأشخاص والسلع. على أي حال فجائحة كوفيد-19 قد علمنا درسا وهو الابتكار وتبني الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة. نحتاج أن ننتهز هذه الفرصة التي سمح لنا بها جائحة كوفيد-19 والاستثمار في تطوير البنى التحتية التي سوف تساعدنا على تبني الرقمنة واستخدامها لتعزيز التجارة البينية. وهذا التحول الرقمي لجميع القطاعات سوف يساعدنا أيضا على تنويع الاقتصادات وتعزيز أيضا النمو المستدام لبلداننا. إن أزمة الجائحة جائحة كوفيد-19 تساعدنا على تعزيز الشركات والتعاون فيما بيننا، وهذا سوف يؤدي أيضا إلى تعزيز الشبكات الخاصة بالإنتاج وبالتجارة. بالنسبة لأغلب البلدان، بلدان المنطقة وبلدان العالم، فتتعافى من الآثار الناجمة عن جائحة كوفيد-19، ولذا نحن نحتاج أن نقوم بتشجيع شعوبنا على تلقي أو تناول التطعيم الخاص بالجائحة حتى نتمكن من تخطي هذه المشكلة وتعزيز أيضا الدور الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمها أيضا من خلال الحديث في جميع المؤسسات والجهات الدولية بما فيها البنك الدولي. أيضا نحتاج إلى التجارة فيما بيننا كمنطقة إفريقية وكقارة إفريقية، لأن هذا سوف يساعدنا على تعزيز التجارة خارج المنطقة أيضا. لذا أشجع كافة البلدان الأعضاء بالكوميسا أن تنتهي أيضا من البرامج التي تيسر تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالتجارة والتجارة البينية وتعزز أهمية أيضا أهمية الالتزام باتفاقية التجارة الحرة للقارة الأفريقية لتحقيق النمو الاقتصادي والنمو الصناعي، مع الدراية بأهمية الدور الذي تلعبه الرقمنة في تعزيز دور التجارة. شكرا جزيلا على حسن استماعكم أصحاب الفخامة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا فخامة الرئيس. أصحاب السعادة، مع بإذن السيد الرئيس يسعدني ويشرفني أن أعلن أننا سنأخذ استراحة قصيرة لمدة 15 دقيقة. شكرا لحسن تفهمكم.